السلام عليكم. مع الكود اللي هو السي اي سي هنشوف الموديلنج ميثودولوجي. احنا بنبدا نتفق مع بعض ازاي هننسق الشغل مع بعض، ازاي هنقسم الموديل، هل هنقسمه حسب الزونات ولا حسب السيستمز ولا حسب الليفلات. كل مشروع بيبقى له حاجه خاصه بيه، يعني لما يكون فيلا غير لما يكون مثلا برج غير لما يكون مجموعه مباني. فبنبدا نفكر فيه مبدئيا، لو اي مبنيين خلي كل مبنى لوحده، لو مجموعة مباني خلي كل مبنى لوحده، تمام؟ ما دام هي متيسرة ومتأهلة ومتجزأة ما تحطش مبنيين مع بعض. طيب ممكن تبدأ تحط ايه الحاجات اللي هي ايه، مثلا البلامنج يحط مثلا الووتر لوحده والدرين لوحده، ده منفصل عن دوت. لما تلاقي نظام إنشائي مختلف ابدأ خلاص خلي ده مثلا الستيل لوحده والاستراكشر لوحده. لو تقدر تسهل على نفسك هتبقى أسهل، تمام؟ يعني لما يكون عندي مثلا برجين مثلا او حاجات متصله مع بعض ونفس نظام الستيل، هتلاقي نفسك مضطر انك تحطهم مع بعض. لما تيجي تقسم هتلاقي صعوبه ان انت تفصل ده عن ده، فبتبدا تفكر ايه النقطه اللي افصل عن ده. فمحتاج تخطيط من الاول ان انا ابدا انسق. لو عندك كذا فيس ببدا اقسم كل فيس لوحديها بحيث ايه ان انا اسهل على نفسي الشغل. طيب لو انا عندي مثلا الحاجات الخاصه بالاركتكشر او سايت موديلنج وكده، خلاص يبقى معروف مثلا المهندس المعماري او المهندس الانشائي هو المسؤول عن الموضوع دوت، ويبدا يشوف ال او دي اللي المفروض نوصل له من البيمتشن بلان في المرحله ديت هنوصل لايه وهكذا. ده بالنسبه للمعماري والانشائي والكهرباء اللي هو نفس الكلام. لو في حاجه صغيره مش لازم تعملها موديلنج، ممكن مثلا في الديتيل تبدا تحطها 2 دي، مش لازم تحط وتقل الموديل. يعني لو حاجه تكرر معاك كتير قوي وفيها تفصيله معينه، لا مش لازم تكررها وتخلي الموديل بتاعك كتير. لازم تكون محدد الزونات بتاعتك في المشروع وتحدد الكوردينيشن اللي انت شغال عليها، الاوريجن بوينت او نقطه زيرو اللي انت شغال عليها حسب المكان اللي انت هتبقى فيه، وتحدد برضو النورث والبروجكت نورث والترو نورث في المشروع بتاعك. مثلا هنا خلاص حددنا النقطة بال ان كذا والاس كذا في الدولة ديت على خط البلد بتاعها كذا، فبيبقى سهل ان احنا نشوف المشروع ده موجود فين بالظبط.